قبر بطوس تحفظ. ترى ليلة باكر شهادة إمامك الرضا، يلي تحب الرضا وتتمنى الزور الرضا وتسأل الله الشفاعة من إمامك الرضا. يقول وقبر بطوس يا لها من مصيبة، قلت لك هم غريب هم بعيد عن أهله هم مسموم، مو مصيبة واحدة اجتمعت على إمامك مصائب. هذا استشراف مبكر، لكن هم أكو استشراف وقت الفاجعة. الرضا كان جالسا وإذا بالباب تطرق أجب دعوة الأمير. التفت الرضا إلى أبي الصلت، قال لي يا أبا الصلت أنا أدخل على هذا الرجل ولست آمنه على نفسي، فإن أنا خرجت مغطى الرأس. هذه علامتك تعرف أنهم قد صنعوها بإمامك، وإن أنا خرجت مكشوف الرأس فاحمد الله على السلامة. عظم الله أجوركم. ودخل إمامك وإذا به يقدم إلى إمامنا حبات العنب والرمان المسموم. وسم زعاف، تعرف يعني شنو سم زعاف؟ يعني إذا يوقع على أحشاء الإنسان يقطعها. تناول إمامنا بعض حبات العنب، خلى إيد على قلبه، قام على قدميه، نادى أزيدك يا ابن العم؟ قال له حسبك فلقد بلغت مرادا. خرج إمامنا مغطى الرأس، فلما نظر إليه أبو الصلت نادى وإماما. دخل إمامنا الرضا إلى داره، صار يتقلب على فراش المرض، يمد يدا يقبض أخرى، سرى السم في جميع أجزاء بدن الإمام. يقول أبو الصلت بينما أنا بسيدي ومولاي اللي أمرني أن أغلق الأبواب حتى ما أحد يدخل، لأن هذا الوقت راح يجي ضيف عزيز، يقول بينما أنا كذلك وإذا بغلام أشبه الناس بسيدي الرضا قد دخل علينا. قلت له من أين دخلت والأبواب مغلقة؟ قال إن الذي جاء بي من المدينة إلى طوس هو الذي أدخلني عليكم والأبواب مغلقة. بعد وصف إلينا الحالة يا أبا الصلت، سوى الوالد ويا الولد؟ يقول إجا الجواد رمى بنفسه على أبيه، نادى وأبتاه. شحالة الأب اللي ما شاف ولد من سنين، شحالة الولد اللي ما شاف أبوه من سنين. هذه صورة، لكن صورة ثانية يوم شاع خبر عروج روح إمامك، يقولون ما جت أرض طوس بأهلها، خرج الناس إلى الطرقات، هذا يلطم على صدره ذاك يلطم على رأسه، كل ينادي وإماما. إلا يا طوس ضميتي بدر من آل عدنان، فزتي بقبره وارتفع لك في الملاشا،
نلت الفخار يا طوس من بدر أفل بي والخلق من كل النواحي تعتني له شابه الوادي المقدس صار وادي يخلع عن عاله من يطب الذات لمكان صيح وإماما نلت الفغايا طوس ضميت المفاخر والفضايل وبحفرتك علم الأواخر والأواء صرتي البدر المصطفى تالي المنازل بيتش اختفى وظلام هوانا ورج الأكوان لكن أكو واحد يا مؤمن حبيب قلبك قالت بابن موسى الفخر كل جمعته يلا قالت بابن موسى الفخر كل جمعته غصب علي ابن الرجس قطع مهجته لكن بلا تجهيز جسمه ما تركته عتب على اللي برضها ظلوا بلا جفان وأحسن ظليت أبو علي مو متشفان ظليت أبو علي وحدك تنادي ألا من ناصر أبا عبد الله هذه الأفواج تتوجه زحفا إلى قبرك منادية لو قطعوا أرجلنا واليد نأتيك زاحفا سيدي يا بعد عيدة صحيح انت ما توفقت تروح لكن مشاعرك وقلبك وأحاسيسك وياهم لو قطعوا أرجلنا واليد نأتيك زاحفا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم